في جلسة طلبية مباشرة ولكن عن بعد، عايد الفنان السعودي الكبير محمد عبده محبيه في العالم العربي بباقة من أغنياته عبر منصة شاهد VIP. فنان العرب بدأ متأثرا بطول فترة الحجر، وهذا التأثر ظهر في دموع انهمرت منه خلال أداء أغنيته الشهيرة الأماكن. قبل ذلك نشر نجل الفنان محمد عبده الأكبر عبد الرحمن نشر تغريدة ذكر فيها أن والده يعاني من اكتئاب بسيط بسبب عدم سفره طوال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يحدث في حياته للمرة الأولى. تابع. أنا أسمع الماضي يقول ما هو بس أنا حبيبي، ما هو بس أنا حبيبي الأماكن. الفنان محمد عبده وخلال حوار له مع الزميل علي العلياني أكد بأن الموسيقى السعودية تبدأ تاريخيا من الراحل طارق عبد الحكيم، وأن الغناء الحديث في السعودية يبدأ برفيق دربه الراحل الفنان طلال مداح. ماذا تقول لرفيق الدرب طلال مداح بعد هذه السنين؟ يعني الكلمة لك. والله شوف، أنا دائما بقول يعني عندما نتكلم عن الفن في المملكة العربية السعودية ننطلق من 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 من, من حاجتين. الحاجة الأولى عندما نؤرخ للموسيقى في المملكة العربية السعودية نبدأ من طارق عبد الحكيم. نعم. وعندما نؤرخ للغناء الحقيقي النظيف والشجي نؤرخ للغناء في المملكة العربية السعودية نبدأ من عند طلال مداح. وبطبيعته المعتادة المعروفة بالمزح وروح الدعابة، لفت الفنان محمد عبده إلى أن حظر التجول والبقاء في المنزل قربه أكثر من أفراد عائلته، واكتشف فردا جديدا في أسرته. والله أنا بقول رب ضارة نافعة، يعني أولادنا فرحوا بينا والعائلة فرحت بينا أكثر وأكثر، وما بقى بيجامة ما لبسناها، ما بقى ثوب ما لبسناه حق بيت، وأولادي طلعوا 10، حسبهم 9 طلعوا 10، وكل يوم أعد فيهم. الله يحفظهم لك إن شاء الله. والحمد لله. عموما يعني أنا نحمد الله كثير أننا نحن محاصرين في بيوتنا صحيح، لكن بين أولادنا وبين أهلنا بنشوفهم بنشوفونا، بناكل كويس بنلبس كويس. الله يطول في عمره وبنوره.